المنتخب حبيب الكل، المنتخب المغربي، اعلان قائمه كاس العالم اللي كانت منتظره لاسباب كتير، كان اهمها هل حمد الله موجود في القائمه ولا مش موجود. تم استدعاء حمد الله علشان يكون موجود في قائمه المنتخب المغربي ليقود هجوم المنتخب المغربي في كاس العالم. الحقيقه ان التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب بيكشف عن بعض الامور، والقائمه نفسها بتقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، لانه الرجراجي انتقد لغياب ماي، انتقد الاستدعاء حمد الله لانه طبعا بعد الايقاف وبعد الكلام ده بعيد شويه عن الكوره، لكن محتاجين انه نوصل لنتيجه. لماذا فعل رجراجي هذا الامر؟ هل لمجرد عوده النجوم واثبات انه العهد الحالي مختلف عن عهد خاليلوزيتش، ولا التشكيل بيقول حاجه تانية؟ ممكن نبص مع بعض. غالبا ده التشكيل المتوقع للمغرب في المونديال. ياسين بونو، اشرف حكيمي، نايف اكرد، رومان سايس، نصير مزراوي، املاح وامرابط واوناحي في نص الملعب، زياش، عبد الرزاق، حمد الله، وسفيان بوفال في خط الهجوم. التشكيل ده بيقول ايه؟ التشكيل ده بيقول ان انت عندك قوه هجوميه جباره موجوده على الطرفين، مزراوي واشرف حكيمي، لواحد موسيقار في نص الملعب زي سفيان امرابط، بوفال، حكيم، زياش، حمد الله. ايوه، اللي هو معناه ايه؟ معناه ان منتخب المغرب غير مؤهل انه يدافع، غير مؤهل انه يقبل اللعب. انت اسلحتك الهجوميه جباره والقوه الدفاعيه اللي موجوده عندك ابدا مش زي القوه الهجوميه، مستحيل. وبالتالي منتخب المغرب مش هيبقى حمل انه يوصل للمرمى ويضيع فرص. لما تلاعب منتخبات تقيله انت عايز اللي يخلص، وهنا يكمن سبب وجود حمد الله. مهما عملت، المعدل التهديفي والتأثيري لحمد الله داخل منطقة الجزاء، مع كامل الاحترام والتقدير والمحبة للنصيري، لشتيرة، ولو انه هداف مع باري، ايوب الكعبي، مع كامل الاحترام والتقدير لكل المهاجمين اللي كانوا موجودين مع منتخب المغرب وموجودين في القائمة، ده واحد مختلف عنده مشاكل التعامل مع صعب عنيف بعض الشيء في ردود افعاله وكل ده تمام، لكن حمد الله قيمة ثابتة لهجوم منتخب المغرب. لنصيري يبدأ، هو يبدأ، ده موضوع تاني.